وفي آل البيت. انظر كيف أن التائب على أيديهم أكثر فسادا من العاصي في وسط عوام المسلمين. فعاصينا نحن عوام المسلمين بالنسبة لتائبهم من الأولياء. انظر انظر إلى هذا الفساد، هذا الفساد العريض. وقد قضيت عمري في الدعوة أكثر من 40 عاما وأنا أدعو الناس، أحذر الناس من هذا الفكر لخطورته، لأنه يؤثر على علاقتك بمولاك وعلاقتك برسول الله وعلاقتك حتى بأمك وأبيك وسائر المسلمين وجيرانك، يؤثر حتى على علاقتك بأخيك في الإنسانية، فيجعلك تكره الكافر. فإذا كرهت الكافر كيف تنصحه؟ كيف تدعو للإسلام؟ نحن نكره الكفر ولا نكره الكافر، فالكافر أخي، ابن أمي وأبي، كلكم مخلوقين من نفس واحدة، أبوها واحد وأمها واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول سورة النساء يبدأ بها معظم خطبه ليبين الأخوة بينك وبين كل البشر مع اختلاف اعتقاداتهم. خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، أي بينك وبين كل إنسان يسير على وجه الأرض رحم. ولو كان هذا كافر فأنت تكره كفره ولا تكرهه، هو أخوك. إذا عقك ابنك تكره عقوقه ولا تكره ابنك. إذا خالفك أخوك في الميراث تكره جشعه وطمعه ولا تكره أخوك. فرق بين كراهية الشخص وبين كراهية العمل. فهم يجعلون كراهية العمل تصير كراهية للأشخاص، فيفسدون في الأرض ويغتبون الناس، بل لو استطاعوا أن يتحملوا السلاح لحملوه وقتلوه، وبالفعل قد قتلوا.